جلستنا الجميلة. مرحبا، صباح الخير. اليوم في رحلة إلى معلم سياحي مغمور، سفينة الفهد أو السفينة الغارقة في جنوب جدة، يبعد عن أو تبعد عن جدة تقريبا ساعة، لكن الطريق شوية غير معبد، يعني لاحظوا بس سالك يعني شوي، الحمد لله. شاطئ الشعيبة جميل جدا، تعالوا معنا نشوف هذه السفينة الجميلة. أخيرا وصلنا سفينة الفهد الغارقة الراقدة الجميلة، الأميرة النائمة تيتانيك السعودية. ما شاء الله جميل منظرها. Thank you.
مقبلت صوت لها جرح القديم.